qtg.qa. شكرا لحسن المتابعة ونلقاكم على خير. تسرد القصص عن أمة لبت كل نداء. لبيه يا أغلى بلد، لبيه في ساعة الوعد. والوعد كما عهدنا سيراً على نهج الأولى وعلى ضياء الأنبياء. هي في قلوبنا سيرة، عز وأمجاد الإباء. سنسعى دائماً وأبداً إلى تقديم الإنجازات. وكما الرجال الأولون حماتنا يوم النداء، هداتنا يفرح بها كل مغبون. شاركونا فرحة اليوم الوطني من 8 إلى 20 من ديسمبر على تلفزيون قطر.